اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض هنا في الحله دي اللي انتم شايفينها الميه بتقلب دي، يعني هنحط فيها هنسلق لحمه بشوربه عادي جدا، وهنعمل معاها محشي، وهنحط اللحمه بحب المحشي. يعني عارفين انتوا استنوا عشان تسمعوني ثانية واحدة، عارفين انتوا الكبسة، الكبسة كبسة الرز، احنا بقى هنعمل كبسة المحشي مع بعض. المية كده زي ما انتوا شايفين مفيش فيها اي اضافات خالص، وهنحط فيها اللحمة بتاعتنا. بسم الله، اهو زي ما انتوا شايفين كده لحمة ملبسة كده وجميلة عشان الشوربة بتاعتها تدفينا في البرد ده. عامة الجو ظبط يعني عن الأول، بس برضو لسه الدنيا ساقعة كده شوية. هنسيبها بقى كده لحد ما قبل ما تقلب تطلع الريم بتاعها، زي ما احنا بنقول، احنا بنقول ان احنا هنقشط الريم بتاعها، الرواسب اللي بتطلعها على الوش دي، كل ده ان شاء الله هنشيله بالمعلقة. بس مجرد ما تطلعه هنسيبها بس قبل ما تقلب، هتلاقيها كل ده طلع معاكي، هتشوفوها ما نشوفها مع بعض واحنا بنعملها. بس اوعي تغطيها وتنسيها عشان كل ده يقوم رايح في بعضه. ومعانا على البوتاجاز العنب التانية أربع بصلات كبار، وفرمة فيهم أربع فصوص ثوم، وحطيتهم كده زي ما انتم شايفين. وهحط البهارات بتاعتي، ده هنعمل محشي مع بعض. بسم الله، حطينا ملح، هنحط الأول كده حتتين دهن كده لزوم الجمال كده والطعامة، وهنحط مع بعض كمون، فلفل اسمر، السبع بهارات، ولو عندك خلطه المحشي زي ما عندي كده حط شويه. ثانيه واحده، معانا معلقه كده من خلطه المحشي عشان تدي لها ريحه كده وطعم جميل. معانا شويه من بهارات الفراخ كده، تمام، مركزين معانا في البهارات. حطينا ملح وفلفل وكمون وكزبره وبهارات السبعه وخلطه المحشي وبهارات الفراخ. دي معانا بهارات المحشي اللي احنا حطيناها مع بعض، هنسيبها كده بس ايه لحد ما تاخد ريحه، وبعد كده نحط، وحطينا معاها حتتين دهن كده جميله لزوم التحابيش كده، وبعد كده نحط عليها الطماطم. مجرد ما تشمي بس ريحه البهارات كده تقوم حاطه الطماطم على طول. وبعد ما شلنا اي ريم طالع خالص من اللحمه، واللحمه بتاعتنا قلبت، هنحط معاها بقى البصل. طبعا مفيش ملح خالص هيتحط معاها، هنحط فلفل، ده ايه ده، هنحط فلفل اسمر، هنحط فلفل اسمر عشان الشوربه، ونحط كركم عشان لون الشوربه الجميل اللي احنا بنحبه. طبعا مش هنحط ملح خالص دلوقتي، هنحط ثلاث فصوص حبهان ومستكه، وهنحط ورقتين من ورق اللون. يبقى احنا كده بهرنا الشوربة بتاعتنا وخليناها تمام، نسيبها بقى تستوى كده مع نفسها
ما تحطيش ملح الا قبل ما اللحمه تستوي. ده البصل بتاعنا اهو، هننزل عليه الطماطم، البصل بالبهارات كلها. بسم الله. حطينا عليها الطماطم بتاعتنا كده وهنسيبها لحد ما تتسبك، بس هنزل عليها بمعلقتين صلصه. عندي كده كيس صلصه حوالي معلقتين. هنحط عليها كمان مكعب مرق دجاج. معانا مكعب مرق. هنسيب الطماطم بتاعتنا دي تتسبك على ما نجهز الرز بتاعنا. تنقيه كده وتغسليه. والخضار بتاعنا اللي هنحطه. شايفين ما شاء الله الطماطم بعد ما اتسبكت، الله على الريحه، ريحتها تحفه جدا جدا. شمنها، ريحتها جميله جميله جميله. الشارع كله عرف ان احنا هنعمل محشي النهارده. ودي معانا، تعالوا كده اما ناخد الكاميرا معانا. الرز غسلناه العيار اللي انت بتعمليه، وحطينا عليه الشبت والكزبره، وهنزلها بقى على الطماطم دي. ثانية واحدة. بسم الله. هو كده نظبط الكاميرا في حتة تظهر لنا الحاجات دي. بسم الله. وانا هحشي في نفس الحلة اللي انا مسبكة فيها، نفس الحلة اللي انا مسبكة فيها هحشي فيها. حاول لما تيجي تعصر الطماطم بتاعتك في الخلاط ما تحطيش فيها ميه كتير، ولو عندك كبه بتعصر قوي اعصرها في الكبه علشان ما تغلش معاكي في التسبيكه ويبقى فيها ميه كتير فين عما تنشف منك. وال اللهم صل على النبي، الرز تكوني غسلاها ومصفياه حلو علشان ما يبقاش فيه ميه كتير تضايقك وانت بتلفي. انا بحب لون لون بتاع التسبيكه بتاعه المحشي بتاعتك تكون غامقه كده مع الرز، ما بحبهاش بصراحه فاتحه، تدي لها طعم كده وريحه حاجه كده تحفه. والقطعتين الدهن بقى اللي احنا حاطينهم فيها دي بتخليها ايه، ما شاء الله جميله جدا جدا جدا. تعالوا بقى كده نلف مع بعض ونشوف هنعمل ايه. شايفين ما شاء الله الحله بتاعتنا اللي احنا هنشوي فيها، عملنا لها فرشه جميله كده من الكرنب اللي ما ينفعش يتلف، وطماطم وبصل، ولو عايز تحط فلفل حطي زي ما انت عاوز. تعالوا بقى ما نلف مع بعض كده بالخلطه بتاعتنا دي. بسم الله. شايفين المحشي والله ما اخد منا اي وقت خالص. تعالوا بقى ما نتكلم مع بعض واحنا بنلف كده، ما خدش مني اي وقت خالص. اللي بتكسل تعمل انت تولع على تسلق اللحمه بتاعتك او الفراخ على حسب ما هتعمل جنبه، ولو عايزه تاكليه قرداحي عادي جدا، بيبقى طعمه جميل جدا برضك وبيبقى حلو. وبتعمل تسبيكتك بسرعه وتلاقي والله الموضوع سهل جدا جدا وبسيط. شايفين المحشيه بتلاقيها بتبرميها كده عشان ما تفكش منك وهي بتستوي، وتملى لك الحله بتاعتك رز. اللي بيقولوا ان المحشي بيبقى فيه رز كتير عشان انت بتكبس المحشيه قوي وبخرج من الجنوب كده معاكي. اهي المحشيه مفيش فيها اي حاجه خالص، وتلاقيها تحطها نظيفه وترصها في الحله كده مظبوط، هتلاقيها باذن الله طالعه معاكي حلو. تعالوا بقى نرجع لموضوعنا. المحشي بسرعه جدا تعمليه، تخش مطبخك اقل من 3 اربع ساعه يكون التسبيكه بتاعتك خلصانه واللحمه بتاعتك بتتسلق، وتقعدي بقى تفرشي كده وتلفي وتعملي احلى اكل باذن الله. لو دخلت مطبخك كده بنيه صافيه سلكت نيتك هتطلع منه احلى اكل ان شاء الله. رمضان جاي بقى وعايز المحاشي والعزومات، كل سنه وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدنا ولا مفقودين يا رب العالمين، ويصبر كل قلب مجروح يا رب فقد عزيز عليه ما يحضرش معاه رمضان ده. ربنا يرحمهم جميعا يا رب برحمته.
اهو شايفين ريحته جميلة جدا جدا جدا. التسبيكة جميلة والخلطة اتعملت بسرعة جدا والورق معاكي مسلوق ومتظبط، تلاقي الدنيا معاكي ايه ماشية فل. اخباركم ايه في المدارس؟ المدارس اللي مش مدارس، بنودي يومين في الاسبوع. والله الواحد عايز يعمل له جدول، لان انا بنسى مين بيروح امتى ومين بيروح امتى. نعمل جدول كده ونعلقه ونقول سنه كذا بتروح اليوم الفلاني وسنه كذا بتروح اليوم الفلاني. بس ربنا كريم يعني، عملونا الترم التاني ده ولاد الاتنين اتوفقوا في مع بعض، فالموضوع بقى سهل الحمد لله. يلا ربنا يعدلهم يا رب السنه ده على خير، وتبقى سنه سعيده عليهم يا رب. انا رغيت معاكم كتير، كفايه كده بقى على ما الف حله المحشي بتاعتي دي بسرعه، وهوريها لكم كده بعد ما قبل ما تخلص عشان نحط مع بعض اللحمه. اللحمه بتاعتي على النار بتتسلق عشان انا عايزه منها شوربه. لو انت ما انتش عايزه منها شوربه ممكن تقطعها قطع كده صغيره، انا عاملاها قطع كبيره زي ما انتوا كنتوا شايفين وانا بسلق. لو انت عايزاها تحطها في المحشي مباشر تحاولوا تقطعها قطع صغيره علشان تستوى معاكي بسرعه، وكون جايباها من عند الجزار يعني تكون صغيره، تكون الدبيحه صغيره علشان ما تغيبش معاكي في التسويه. وبتحطها بقى نيه كده في المحشي، بتطلع معاكي نتيجه حلوه قوي قوي. بس انا هنا عايزه شوربه فحبيت اسلقها الاول، وبتخلي برضو في المحشي ريحته جميله جدا جدا وطعمه حلو قوي. هكمل كده معاكم وبعدين هوريكم. شايفين ما شاء الله الجمال، بعد ما رصنا كده 3 4 صفوف في الحله، هنحط مع بعض الرص بقى اللحمه بتاعتنا كده، نعمل احلى كبسه كده بالمحشي. هي مش كبسه طبعا يعني، بس انا بشبهها بكده. ترص المحشي بتاعك كده زي اللحمه بتاعتك كده في قلب الحله، وتكمل عليها رص بقى، وتكلي بقى الطعمه وجمال. انا بعشق المحشي باللحمه عن البط وعن اي حاجه، بجد طعمه جميل جدا. جربيه كده وانت مش هتندمي. هنكمل رص بقى ونشوف مع بعض بعد ما نخلص. تعالوا كده بقى نقلب مع بعض الصينيه الخطيره دي، الحله الخطيره الجامده دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. شايفين الجمال. طب استنى استنى استنى، شايفين ما شاء الله الجمال، تحفه جدا جدا جدا. حتى انا كنت معليه عليها النار، اتعملت اتحمرت قوي من تحت، بس ما شاء الله بجد الحلل دي جميله جدا جدا، ما لزقتش ولا اي حاجه خالص. وانا عندي فريق كده بيحب الحته الحمراء دي يعني. شايفين الجمال ما شاء الله، والله العظيم ما اقدر اوصف لكم ريحته عامله ازاي. ريحته جميله جدا جدا جدا. كبسه دي ولا مش كبسه يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ يعني هي الكبسه ما تنفعش الا في الرز؟ احنا عندنا كبسه خطيره باللحمه اهي، والمحشي تحفه جدا جدا جدا. ما شاء الله ما شاء الله على الجمال. شايفين شايفين ما شاء الله، فيديو يستاهل التجربه. واحنا عارفين يعني ايه محشي في البرد ده. شايفين ما شاء الله، واللحمه ايه دايبه دوب كده، دايبه دوب فيه. طبعا احنا سلقينها ورجعنا حطيناها في المحشي كده، جميله جدا جدا، واخده بقى من ريحه المحشي ما شاء الله تحفه. اهو دي كانت النتيجه معانا، جميله جدا جدا ومستوي جدا. واللحمه ايه شايفين، ميه ميه كده. وطبعا شوفوا الصباع معانا، صباع صباع يعني مش اي كلام. جميل جدا جدا جدا، يا ريت تجربوه وتسيبوا رايكم في الكومنتات، بجد هيعجبكم قوي قوي قوي. ويا ريت بعد تعب المحشي دوني ما ننساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد، ولايك وشير للفيديو نفسه. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.